السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية وهران لنقف على الأشغال نتاع المنفذ الجديد نتاع ميناء وهران باتجاه طريق السيار شرق غرب على امتداد حوالي 30 كيلومتر، واللي الأشغال حسب تصريح تاع والي ولاية وهران أنه وصلت إلى حدود 94%، بقات غير على مستوى الجسر العملاق اللي يقع بالقرب من ميناء وهران، إذا وعند ويقع كذلك عند مدخل النفق الواحد اللي يدخل هذا الطريق على امتداد حوالي 2 كيلومترات. إذا نخليكم تتابعوا هذا التقرير والتذكير كذلك بملامح هذا المنفذ اللي أكيد سوف يغير الوجه تاع العاصمة الغرب الجزائري، العاصمة الاقتصادية الآن أصبحت عاصمة اقتصادية للجزائر. إذن هذا المشروع سوف يغير الوجه نتاع المدينة نتاع وهران، وسوف يفتح مجالات جديدة وآفاق جديدة، حيث أنه سوف يفتح المجال لإنشاء مرافق على طول الساحل نتاع مدينة وهران، مرافق سياحية، وكذلك سوف يسهل كثيرا من حركة المرور على مستوى المدينة، خاصة أنه الشاحنات الآن أصبح النقل البري عبر الموانئ أصبح هو سمة المهمة. الآن النقل بالسكك الحديدية بدأ يتقلل، والحاويات في يعني 80-90% يتم نقلها عبر الشاحنات أكثر مما يستعملون القطار السكك الحديدية. إذا بالنظر إلى هذه المعطيات فالحركة عن النقل سوف تعرف انفراج على مستوى المدينة وهران بعد دخول هذا الخط المنفذ هذا دخول حيز الخدمة، وفي يعني نهاية السنة هذه 2024 إن شاء الله. نترككم تتبعون هذا التقرير حول منفذ ميناء وهران باتجاه طريق السيار شرق غرب، والسلام عليكم.